تجاه قوة يعني الأستاذ بن بعيش هو يعني بدوري شهر رمضان العظيم نتمنى إن شاء الله أن نتابع الحركة وكنا من دعاة الحركة عن الإخوة رؤساء الأحزاب كثيرة لنا كل الطلع عليها أنا ما أقدرش باش ندخل يعني في الطلع مرينا يعني الأحزاب هذه نظل كلها مرتين معينة أين وقع نوع اعتقالية مش حديثة فيها نحن كنا مستعدين للذهاب إلى مجلس التأسيس وعن قناعتي بأن الحل الوحيد لمشكلة الفلسطينية هو المسار الدستوري وبناء